ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. وزي ما شفنا في الفاصل كان معايا تقرير ضيفتي النهارده اللي منورانا استاذه هبه فاشن ديزاينر. ازيك يا هبه؟ عامله ازيك ايه؟ يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تمام هنرجع الحمد لك لله. ونتكلم عن كل حاجه الكوليكشن بتاعك الجميل، بس هنشوف الشيف عامل معانا ايه ونرجع لك تاني. اوكي شفنا ايه الاخبار بتاع الوصفه الجلاش بتاعتنا؟ احنا كده الفطيره جاهزه، هي تخش الفرن بس. يعني احنا عملنا ايه؟ خدنا الجلاش من تحت. ايوه خدنا عملنا الجلاش زي صف كده حوالين الصينيه، وبعدين نزلنا بالحشو بتاعنا، وبعد كده بنديله طبق تاني من فوق بحيث ان نقفل نقفل عليه. دي كده فطيره محشيه بالسجق والخلطه اللي احنا عملناها. ايه بالظبط كده؟ وبعد كده بتتقطع وبتاخد لبن مع بيض بحيث انها تتسقي من جوه عشان ما تبقاش ناشفه. تمام. يعني اللبن هو اللي بيخليها طريه. ايوه اللبن والبيض بيساعدها انها ترتفع شويه. طيب ايه الوصفه بقى اللي معانا بعد كده يا شيف؟ اخر حاجه معانا بعد كده معانا البوبيت، اللحمه البيتيلو اللي محشيه جولد كات ومحشيه جبنه. تمام. ومحشيه سبانخ. ومحشيه سبانخ بتتلف وبتخش برده الفرن. بتلف وتخش. تمام يا شيف، قبل ما تبدا تجهز بقى عشان نبدا نشوف. طيب معانا هي البوبيت لحمه بالسبانخ، هي عباره عن لحمه سكالوب وسبانخ فريش وتركي مدخن وبيف مدخن وجبنه شيدر واعشاب وملح وفلفل، وبتتقدم مع صوص الفلفل البلاك. ايه صوص الفلفل البلاك ده؟ اللي هو البيبر صوص، عباره عن ستوك لحمه اللي هو اللي بيسموه جو او المشتق من الديمجلاس. تمام. وفلفل مجروش وزبده وبصل مفروم وملح وفلفل. وملح وفلفل. تمام يا شيخ. طب على ما الشيف بقى يعبدو يجهز لنا ويحط الفطيره في الفرن، هرجع بقى لضيفتي اللي منورانا النهارده استاذه هبه فاشن ديزاينر وصاحبه محل وان اند اونلي. مرحب بيك يا هبه. اهلا وسهلا بيك. عامله ايه؟ تمام. ايه الضجه اللي انت عاملاها على السوشيال ميديا بالكولكشن بتاعك؟ مش ضجه ولا حاجه، بس هو الواحد يمكن ما كانش زمان قوي بيهتم بقصه السوشيال ميديا. بس لا، ان ناس كتير قوي بتطلب منه الحاجه، عايز يشوفها الناس. عايزه تشوف الحاجه قبل ما يتلبسها. عايزين ياخدوا فكره عن الموديلات وعن ديزاينز، فحابين ان احنا نعمل شويه اعلانات كده في السوشيال ميديا ان احنا الناس تعرفنا شويه. ما شاء الله عليكي. طيب احنا عايزين نعرف منك بقى، انت بقى لك قد ايه فاتحه المحل ده؟ احنا بقى لنا 10 سنين. 10 سنين. بقى لنا 10 سنين في المجال. طب ايه اللي حبيبك في المجال نفسه خلى؟ والله هي جت صدفه بحته جدا. يعني احنا كنا بس، يعني انا بسافر بره مصر كتير جدا ما بين الدول العربيه وفي اوروبا، بشوف اكتر من فاشن ديزاين، بشوف ناس كتيره قوي عايزه تتميز في لبسها، ناس كتيره قوي عايزه تبقى مختلفه وعايزه تبقى فريده من نوعها في اللبس. انت عارف طبعا الشعب المصري يعني. تمام. فمن كنت شفت حاجات من دي حبيت ان انا ليه ما انا كمان من الناس دي. ليه ما اعملش حاجات معينه تخليني في لبسي انا متميزه، ما حدش غيري لابس غيرها. فهي بدات معايا القصه من كده، يعني ان انا حبيت ان انا اتميز شويه. طيب استاذه هبه ثابت، احنا عايزين نعرف منك، انت فاشن ديزاينر يعني بتصممي الحاجه ولا الحاجه نفسي او العبايات اللي بتجيك او الكولكشن اللي بيجيلك من بره جاهز؟ بصي، لا انا عامه بسافر الامارات. تمام. 80% من الموديلات بتاعتنا انا اللي بصممها. في 20% طبعا بنجيب شويه حاجات جاهزه عشان خاطر تقفطنوايا اليد الجميع. ان طبعا الديزاينات لما انت بتعملي ديزاين انت خاص بيكي، طبعا الماتيريال والاكسسوري والحاجات دي كلها تبقى شويه بتخلي الكوست بتاعت الحاجه عالي شويه. فشويه كده وشويه كده، يعني عشان نراضي جميع الاذواق. اكيد. طب احنا برضو معانا يا عبد صور وحاجات هنعرضها قدام حضراتكم، بس على مخرجنا ما يحضرها معانا. طيب لو جينا نتكلم بقى عن الخامات اللي بتستخدميها، بتكون اكتر من خامه ولا خامه محدوده؟ بصي، في عبايات بتبقى كلها خامه واحده. حسب طبعا الماتيريال بتاعها ايه، وحسب القماش، حسب القماش اصلا هو غني هو ريتش، انت خليكي تعملي العبايه كلها من ماتيريال واحده. احنا بس ثواني، احنا بدانا نعرض صور للشغل الكولكشن بتاعك. في مثلا حاجه زي كده، دي مثلا عندك شغل مثلا ده قطيفه داخل فيه شغل هاند ميد، وفي شغل فصوص، وفي شغل هتلاقي تاني اكسسوري، وفي شغل تاني فيه ريش زي اللي انا لابساه ده، فهتلاقي اكتر من اكسسوري داخل في الحاجه. اهم حاجه انك تعملي جود ماتشنج يعني. احنا لسه بنعرض برضو قدام حضراتكم بعض من الكولكشن الخاص باستاذه هبه ثابت من المحل بتاعها. ده برضو شغل ده زي قريب. يعني انت بتدخلي كذا خامه كذا حاجه يعني. عندك موديل زي ده، ده تقريبا فيه اربع خامات. ده في خامه حرير، وفي خامه اللي هي متبطنه بالاسفنج بتبقى شويه ناشفه شويه، وفي خامه بيور سيلك بتبقى فيها شويه الوان وحرير، وفيها سيم ذهبي شيك قوي في اللبس. فهو حسب يعني، هو الموديل بيبقى حسب. ده نفس الموديل بس الوان مختلفه؟ لا، كل واحده من دول موديل مختلف عن الثانيه. تمام.
ده يعني انت بتدخلي كذا خامه في القطع؟ لازم لازم يعني لازم ندخل اكتر من خامه عشان نتميز عن غيرنا شويه. صح. الناس كلها بتستسهل بتروح تجيب ماتيريال واحده تقص عبايه بقت عبايه، لكن لما تدخلي اكتر من ماتيريال بيبقى فيها فكر. يعني بصي دي خامتين في نفس الوقت الخامتين مربوطين بشغل هاند ميد، فاهمه قصدي؟ فهو كل موديل بيختلف عن التاني. ده احنا يعني احنا معانا يعني بعض كوليكشن حلو. ده كوليكشن 2020. ده كوليكشن السنه الجديده بقى 2020. والعبايات مهما عدى عليها سنين ما هي ما بتبطلش. مظبوط مظبوط. لا هي كمان هبه مستخدمه حاجات يعني تراضي جميع جميع الاذواق. يعني لازم عشان احنا مش بنخاطب الشعب المصري بس. احنا طبعا الحمد لله مصر دلوقتي فيها كميه عرب مش طبيعيه، وفيها ناس مغتربين كتيره جدا، سوريا وليبيا، ناس كتيره جدا عايشين في مصر غير المصريين، ومنهم الاندر ايج والسن ال 15 وال 20 بيلبسوا برضو عبايات. فانت لازم تعمل حاجات تخاطب كل الاعمار، تناسب كله الكبير والصغير. انا كمان النهارده متالقه النهارده في البرنامج من حبيبتي حابين نعمل تاتش بسيط بس. كنت يعني لابسه حاجه غيرت لي موضوع الدنيا خالص و ستايل شويه خالص. فبجد ميرسي بالعافيه يعني حلو قوي، حاجه بسيطه جدا حبيته جدا عليا، شكله شيك قوي قوي. وهيغير فكرك عن العبايات، انت ممكن تبقي حلوه مش كل العبايات بتتخن، مش كل العبايات كنت مقلقه جدا اقول لها طب انا هلبس عبايه، ما خايفه احسن تسخني، طب انا هلاقي مقاسي، طب انت عندك المقاسات اللي تناسب كل الاجسام؟ قالت لي في. ما كنتش مصدقه بصراحه لحد ما شفت النهارده. بصي حلو قوي موضوع المقاسات. انا عامه عشان خاطر بعمل من كل موديل يمكن قطعه واحده او قطعتين. ما احنا هنتكلم في يعني مثلا عندك الموديل ده معمول منه الاخضر، معمول منه الاسود، فاهمه قصدي؟ ما بحبش اكرر الالوان، لان طبعا انت عارفه كل كاستمر بتبقى عايزه تلبس حاجه مختلفه عن الثانيه. وفي نفس الوقت عشان خاطر بنجيب قطعه واحده، فبنجيب بيك سايز على قد ما نقدر. بنفصل الموديل مقاس كبير، لان سهل عليا في مصر ان انا ضيق وان انا اقصر، لكن ان انا اوسع طبعا الماتيريال مش موجوده في مصر. اكيد طبعا. اكيد. فانت يعني انت متوفر عندك جميع المقاسات، يعني حتى البنوتات الصغيرين بالظبط كده كل المقاسات موجوده. انت حتى حاجه عجبتك مقاسها مش موجود، بناخد مقاساتك وبنعملها لك اوردر وبنجيبها لك على مقاسك بالظبط. يعني زي ما انا عايزه. طبعا اكيد اكيد. طيب بصي هبه نروح كده للشيف عشان الريحه بدات تطلع. انا جوعت على فكره. كلنا جوعنا، فنشوف الشيف بعمل ايه. الاخبار يا شيف؟ تمام. والشوربه هتتضرب والسلطه خلصت. تمام. ما فضلش معانا غير اللحمه البوجيه. اللحمه بس هي اخر وصفه معانا هنعملها، ونبدا نعمل بقى ايه البرزنتيشن بتاع الشيف، ونشوف بقى الوصفات الجميله بتاعتك. ماشي يا شيف، عبال ما تجهز ماشي على شيف ماي خلص نرجع طيب. تاني مع طب احنا كنا عايزين نعرف منك بقى، قولي لنا وجهه نظرك، ان انت بتخلي او انت في الكوليكشن بتاعك بيكون وان بيس، قطع او قطعتين بكتير قوي؟ زي ما قلت لك عشان خاطر في ناس تحب تتميز، وخصوصا ان احنا مثلا سيف في مناسبات بيجي لي عائلات كامله. فانا عائلات كامله، انا هيبقى عندي موديل مقرر اكتر من قطعه او اكتر من لون، هتلاقيهم كلهم لابسين زي بعض، فاهمه قصدي؟ فعشان تخلي كله متميز اهم حاجه يبقاش عندك من موديل اكتر من قطعه او قطعتين، وقطعتين بيقولوا لين مختلفين. عشان لو تصادفت ان حد من العيله او حد من الكاستمر حاضر نفس المناسبه ما يبقوش لابسين زي بعض، فاهمه قصدي؟ بتحصل كتير. بس اللي عايز حاجه تانية بقى بعد كده ان فيوتشر بنعمل له حاجه ديزاين على مقاسه، ناخد مقاساته بنشوف هو بيحب الوان ايه، بيحب اكسسوري الوانها ايه. يعني ده متاح معاكي؟ اكيد. مش بس الكوليكشن اللي انت بتعرضيه عندك في المحل. بصي مثلا ممكن جات لي كاستمر مثلا عايزه الموديل ده من غير ريش، من عايزه الموديل ده مثلا باكسسوري تاني غير ده، عايزه اللون ده مثلا مالتي كلر، مش عايزه اكسسوار خالص، عايزه ملون، فاهمه قصدي؟ فحسب انت بتطمع انك تعملوا اي حاجه. طبعا لازم تشوفي افكار المسرح. بما ان انت فاشن ديزاينر، فاكيد طبعا بتساعديها وبتديها كمان رايك. بديها رايي ايه الماتشنج اللي يمشي معاها اكتر، ايه الالوان اللي ماشيه مع بشرتها اكتر. طب احنا كمان هبه معانا ديزاينات جديده برده تبع كوليكشن 2020 تتعرض على الناس على الشاشه برده، علشان يتابعوا معانا ويعرفوا ان في اكتر من موديل في كوليكشن. حلو قوي ده. تدخيل الوان برده بتدخل فيه. ممكن حضرتك تعلقين على الديزاين اللي فات ده؟ عباره عن عبايه نازله ستايل عادي جدا، نفس الوقت عليها حرمله زي شال. تمام، زي نظام الشال. الشال ده ليه من هنا زي كبسونه كده بتتفك، والشال يا اما بينزل على العبايه كلها يا اما ترفعيه زي الحرمله على الشال. طبعا موديل زي ده انت ممكن تعدلي فيه باكتر من طريقه. هو هنا مثلا معمول سواري، معمول بترتر ملون مطفي. احنا ممكن نحط الوان جينز، ممكن نحط الوان حرير، ممكن نحط الوان حاجات تانية كتير تخليه كاجوال، مش لازم يبقى سواري، فاهمه قصدي؟ هي الفكره تبقى في الديزاين، وانت تقدري تعدلي بقى في الالوان والحاجات اللي انت عايزاها يعني باكتر من طريقه ممكن تتخيليها. وده كمان هو ديزاين تاني برضو ده مختلف خالص. ستايل فستان. وده ستايل فستان برضو، يعني مثلا دي عبايه بسوسته،
انا نازله برنسيس، نازله كلوش، طبقتين شيفون، طبقه من فوق لون، طبقه من تحت سودا، وده برضو ستايل تاني. كل موديل لازم يعني حلو قوي برضو ده، شويه موديل عربي يعني عربي، شويه موديل سيناوي والحاجات دي عشان بيحبوا الشاي. بتوفقي انت ما بين هنا وهناك؟ طبعا يعني اكيد لازم، جايبين جميع الاذواق من يعني من مصر كلها، من شرقها لغربها جميع الاذواق موجوده معانا. لا علشان ده صفحه البيتش، ده البيتش بتاع الفيسبوك. اوكي اونلي one and only. طيب معنى الاسم برضو ايه؟ معنى الاول والوحيد. الاول والوحيد ده يعني حاجه لوحدك ومفيش حتى يجي حد ثاني يلبس زيها، وده اللي بيميز شغلك طبعا يا استاذه هبه. الحمد لله. وكل بنت فينا على فكره بتبقى حابه تلبس حاجه مختلفه عن الثانيه. اكيد ده الحمد لله اللي محافظ لنا على الاستمراريه لحد دلوقتي، ان احنا لحد دلوقتي مكملين. طبعا انتوا عارفين الظروف اللي بتمر بيها مصر صعبه جدا، وبزنس كتير جدا بيقفل في مصر، وحاجات ثانيه بتفتح، وحاجات شويه بتكمل وحاجات ما بتكملش. فالى حد ما الحاجه الوحيده اللي مساعده الواحد ان هو الى حد ما بيحاول يتميز يعني شويه. طيب عايزين نعرف بقى تناسب الموديلات مع العملاء واعمارهم، كلمينا على الموضوع ده. بصي طبعا لما تجيلك زبونه عندها 20 سنه او 15 سنه غير ما تجيلك زبونه عندها 60 سنه، اكيد استحاله دي تلبس زي دي. اكيد طبعا. فطبعا الاندر ايج شويه لبس بتاعهم شويه كاجوال، شويه تحسي مثلا انها ممكن تلبس عبايه شبه الجاكيت، باسوره شبه الجاكيت، فيها الوان، فيها الوان فسفوريه، فيها ترتر، بس بالوان. انت طبعا بتشوفي الفاشن دلوقتي اللي نازل في الكاجوال، الترتر نازل موضه جدا، شغل هاند ميد نازل موضه جدا. طبعا الفاشن دي احنا الحاجات دي احنا منزلينها من حوالي 3 او 4 سنين، لان طبعا عشان انا بسافر كتير جدا بره مصر، فبشوف الفاشن بره عامله ازاي، وبدايه الفاشن بتبقى بادئه منين. فبتيجي ندخل الماتيريال اكسسوري في الشغل، العبايات بتاعت الاندر ايج زي الشغل الكاجوال اللي بيبقى نازل. فاهم قصدي؟ طيب يا عبدو مش قادره بصراحه، الريحه يعني صعبه في البيت، عايزين نشوف الشيف، عايزين نعرف هتتعمل ازاي. بتعمل ازاي بقى الوصفه بتاعتنا دي؟ بحط رق بيف مدخن، ورق التركي المدخن، ورق جبنه شيدر سلايز، وبحط السبانخ الفريش تمام مسلوقه عندي وجاهزه. الاول بتتسلق برضو؟ بتتسلق عشان ما تبقاش طف كده في تمام. وبيبقى عندي زي تتبيله عباره عن بصل وطماطم ومستردة وزيت زيتون، بعملها بحيث ان انا بطعم بيها اللحمه عشان لما تخش الفرن تبقى. هي بتدخل الفرن ولا بتتقلي يا شيف؟ لا بتخش الفرن. دي بتخش الفرن. اللي بتتقلي بتاخد وقت قد ايه؟ كوردون بلو يعني بتاخد برضو بتاع 10 دقائق. 10 دقائق تمام. طبعا دي الوصفه بقى الاولانيه بتاعتنا، الرابط تخلص خلاص. ده الجلاش تمام. ماشي. دي بتتلف في الفويل وبتتحط في لا الفويل. لا مش بتتلف بالفويل، انا حطيت الفويل بس عشان احنا نشوف وش تمام. طيب اوكي دي هنلفها. ممكن نحط الجبنه، حطينا جبنه شيدر، جبنه شيدر حطينا كل حاجه اهي بتتلف كده بالظبط تمام. هنلفها ودي بقى بتتحط صينيه تخش الفرن. او بتحط عليها الايه التتبيله بتاعتك. تزبك تزبكس بس اقفلها بحيث انها ايه بتثبت ما تفتحش معايا. تمام. دي نفس يعني قريبه من فكره الكوردون بلو بس دي لحمة. بس دي دي بتتعمل كمان في الفرن. الكوردون بلو بتتقلي لكن دي في الفرن. الدهن اللي فيها وكل حاجه بتنزل وبتبقى من جوه. طبعا ايه تبقى جوسي كده فعلا. تمام تمام. طيب قبل ما نبدا برضو ايه نجهزها نفنش كنا عايزين بس الشيف يشيل الحاجه اللي قدامه عشان كانت ترن في الكاميرا. هنخلص ونعرض الحاجه. ماشي نرجع تاني للفاشن بقى و2020 بالالوان والحاجات دي. لا كمان عجبني ان انت كمان يعني الالوان اللي انت مستخدماها الوان مبهجه هبه. فاهمين؟ بصي هو طبعا موضوع الالوان ده ما بيتناسبش مع كل الناس. انا عامه من الناس بحب الالوان المبهجه. في ناس تقول لك انا عايزه الشغل اسود في اسود. وفي ناس عندها مثلا زي اللون الاخضر ده اللي هو الرويال جرين والرويال بلو والالوان اللي هي الملكيه دي شويه بتستخدم اللي هي النبيتي مثلا. فاهم قصدي؟ دي الوان بتتناسب مع كل الاذواق. بلس الاسود في اسود. لكن الالوان بقى الجريئه اللي احنا لابسينها والحاجات دي شويه اعتقد ما فيش حاجه مبهجه اكتر من اللي انا لابساها النهارده ده. حلو جدا عليكي. بتختلف شويه من شخص اخر حبيبتي. ميرسي. طيب كنا نتكلم بقى عن تناسب الموديلات مع العملاء واعمارهم، وعرفنا ان طبعا هيختلف ما بين زي ما قلنا بنوته 20 سنه عكس أكيد 60 أكيد 60 أكيد. سنه. طيب الاكسسوارات بقى، الاكسسوري اللي بيكون في الـ في الـ في الكوليكشن ده بتستخدميها طبعا يعني اكيد ليها معايير صح؟ اكيد طبعا. ما انت بصي لازم بنشوف ايه الافيلبل، ايه الحاجات الاكسسوري اللي موجوده وايه اللي موجوده في الاسواق وايه الاسعار اللي ممكن تتناسب ان احنا نحط انا ممكن احط اكسسوري عالي جدا يخلي سعر العبايه
فوق قدره اي حد انه يشتريها، فاهمه قصدي؟ فاحنا لازم اول نشوف الاسعار ونشوف الاذواق اللي تتناسب مع الناس، نشوف الفاشن بتاع السنه رايح فين والالوان بتاعت السنه دي رايحه فين ومحتاجين ايه، في نعمل بقى ماتشنج، دخل الاكسسوري مثلا شوارفسكي الفصوص، شرايط مثلا بتبقى فيها شغل هاند ميد مع الريش، شغل الترتر طبعا بكافه الوان والحاجات دي كلها احنا منزلينها بقى لنا حوالي 3 او 4 سنين. غير طبعا من الاكسسوري ان انت ازاي تدخلي ماتيريال مع الثانيه، انت ممكن تبقى العبايه مفيش فيها اي نوع من انواع الاكسسوري بس عباره عن 3 او 4 خامات جوه بعض، دي الواحده بتدي شكل ثاني خالص للعبايه. طيب يا عبد، احنا عايزين نعرف بقى ايه الاخبار. الشيف دخل لسه معانا؟ لسه خلاص تقريبا الوصفه بتاعت الجلاش كده خلصت يا شيفنا. الجلاش خلاص خلصت. خلصت. والسلطه احنا ما قلناش السلطه مكونات. السلطه يا فندم. مكوناتها ايه بقى؟ مكوناتها عباره عن حبوب الكينوا تمام ورمان وملح وفلفل وعصير برتقال وعصير ليمون تمام وجمبري مسلوق. وجمبري مسلوق. ده فيها جمبري. فيها سلطه. سلطه بالجمبري. دي هنا لو سمحت. دي سلطه بالجمبري. طبعا ايه دي الوصفه الثانيه بتاعتنا اللي احنا بنحط فيها ايه شرايح اللحمه وبتتلف. ومعانا وصفه الجلاش. خلصت خلاص الجلاش؟ الجلاش خلاص بس يستوي. تمام ماشي. شفنا خلاص قرب بيخلص واحنا جوعنا. بس عايزه اعرف بس كده هبه، عايزه اسالك سؤال، انت بتحبي تشكري مين وقف جنبك وساعدك وانت وصلتي له؟ بصي هو اكتر حد ممكن اشكره في حياتي هو والدي الله يرحمه. الله يرحمه. هو يعني كان احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اعرف ازاي اتواجه مع الحياه وان انا اتعامل ازاي مع الناس وان انا ازاي ما انهزمش بسهوله وان انا ازاي اقاوح مع الدنيا، فاهم قصدي؟ فهو الوحيد بصراحه اللي انا يعني ما عنديش حد في حياتي ممكن يعني افتكر جميله زيه. ربنا يرحمه يا رب. الله يخليكي. طيب انت نورتينا النهارده بجد. والله انا سعيده جدا انت كنتي معايا. انا شفتكم بصراحه. احنا اكتر والله، وبجد ميرسي جدا جدا على العبايه. على ايه كنت حابه ان انا اغير لك الستايل وتشوفي نفسك بستايل جديد. حلو جدا بجد. لسه احنا مكملين على بس هنروح للشيف بقى. اوكي يلا نرجع للشيف. يلا يا شيف. يعني علشان ايه نشوف ايه اللي عملناه وايه اللي خلصناه. يا شيف ايه الاخبار؟ دي بس اللحمه كده. ده احنا اكيد ليها خلاص خلصنا هنا الوصفه الاولانيه. دي بتاعت الجلاش. ايوه دي خلصت. المحشي سجق. دي خلصت. طبقه من تحت طبقه من فوق والحشو في النص. ودي خلصت بالظبط. دي الوصفه الثانيه بتاعتنا. وعملنا ايه ثاني يا شيخ؟ في وصفه في مكرونه معانا. في مكرونه دي بتتقدم مع اللحم. دي بتتقدم مع اللحم. أيوة. تمام. فين شوربه المشروم؟ شوربه المشروم جاهزه اهي. شوربه المشروم بقى نقولها تاني كده برضو عشان اللي ما كانش معانا يركز معانا. مكوناتها تاني. شوربه المشروب. شوربه المشروب عباره عن بصل وكرات وكرفس تمام، ملح وفلفل ابيض تمام، وشوربه فراخ او شوربه لحمه تمام، وكريمه لبان. وكريمه لبان. وفي الاخر ده كله بنضرب مع بعضه عشان يتجانس بقى في الاخر. ايوه وبيتقدم معانا. دي السلطه بتاعتنا. دي السلطه تمام. عشان البوله دي نحط فيها تمام. دي سلطتنا. طيب استاذه هبه ايه الاخبار في المطبخ؟ ليكي في المطبخ في المطبخ؟ عندها كومنت على سلطه الكينوا. اتفضلي. هقول معلومه عن الكينوا ممكن يكون احد المشاهدين ما يعرفهاش، ان الكينوا ده بديل الرز. بديل الرز. حاجه مفيده جدا للجسم ومشبعه جدا وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. احنا لينا مع بعض لقاءات. لا اصل انا بحب الحاجات دي فتلاقيني شويه في ايه وفي ايه. لا بتحبي بقى تقفي في المطبخ تعملي اكلات وكده؟ اكيد اكيد كده كل الستات المصريين كده يعني اكيد كلنا بنحب المطبخ. اكلات هيلسي ولا كله؟ محشي بقى لا لا اكيد لازم في كده. انا اتكلمت عن الهيلسي دلوقتي عن الكينوا. طيب لا معلش اتكلم عن المحشي دلوقتي بعد الكينوا اللي انا اتكلمت فيه ده. تمام يا شيف. احنا كده دي الشوربه بتاعتنا بالظبط كده تمام. الشوربه بتاعتنا كده قدمناها كده وايه وخلصت شوربه المشروم. احنا معانا وقت قد ايه؟ لسه معانا اللحمه بس. اللحمه بس ايه هتطلع معانا. وايه ده ده كريمه لباني من الاخر. احب احطه على الترابيزه. تمام منك. لا خليني هنا معانا. تمام يا شيف. اوكي. والكينوا. ودي الكينوا. ايوه. والجلاش في السجق. ايوه تمام. فده معانا اللحمه. نبتدي نجهز المكرونه بتاعتها. ونشوف استاذه هبه بقى ايه اكتر اكله بتحب تعملها في المطبخ. تخش بقى ايه انا هعمل الاكله دي. هو انا متميزه فيها. مفيش ست في مصر ما بتحبش تعمل اكل الشرقي. هو احنا الاكل الشرقي ده كلنا بالنسبه لنا حاجه طبيعيه جدا. بس انا بميل للايطالي شويه اللي هو الشيف بيعمله. الايطالي هي الكريم سوب، البيكاتا، شامبينيو، الحاجات دي كلها، البيف ستروجانوف. اكيد هو عارف الحاجات دي كلها. انا بحب الحاجات دي اكتر لان شويه فيها تجديد يعني. غير اكل مامتي ومامتك. المطبخ التركي.
عامة والاكلات دي الايطالي. التركي شبه المطبخ بتاعنا شويه يعني التركي محاشي وكبسات ورز ولحمه شبه مطبخنا شويه غير الايطالي. غير الايطالي. شفنا النهارده عمل معانا كذا وصفه. دي الباستا احنا عملنا ايه بقى؟ دي معانا دي باستا مع فلفل الوان. فلفل الوان مع صوص طماطم اللي هو بنسميه الطماطم الكونكاسيه. تمام تمام ماشي. وبنحط معاها البنجر. مع بنجر. احنا تملي بنحاول يعني بنحاول ان احنا نراعي العناصر الغذائيه اللي في الايتم. تمام. بحيث ان البنجر دوت يعني ليه فوائد كويسه جدا للدم. تمام. لسيوله الدم وبرده ليه فوائد او بيقي الانسان من مرض السرطان اعوذ بالله. بنحطه مع بنجر. وبيدي تيست برده. بيدي تيست. يدي تيست كويس معايا. كده احنا ايه؟ بنجهزها. دي الوصفه بتاعتنا. هي بتقدم مع المكرونه دي في الوصفه بتاعت اللحمه اللي احنا بنعملها. ايوه بالظبط كده. تمام ماشي. عبل ما نظبطها كده خلاص جاهزه. دي كده جاهزه. احنا كده ايه عايزين بس ايه نراجع برده الساده المشاهدين الوصفه بتاعتنا بتاعت الجلاش نقولها تاني كده ايه مكونات الجلاش. عباره عن سجق بلدي. تمام. وفلفل الوان وبصل وملح وفلفل وفلفل حامي. تمام. والجلاش نفسه. والجلاش نفسه مسلوق متقطع. تمام. وبعد كده بيتضاف مع المكونات اللي هنحطها على المكونات. هي معانا برضو كيس الجلاش عشان اللي حابب يعملها جلاش وسجق بلدي والبصل والفلفل الرومي والفلفل الحامي والثوم والطماطم والطماطم والكزبره والمستكه جوزة الطيب ملح فلفل جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا. وبنعمل لها حاجه اسمها ابراي اللي هو بنسقي بيه عشان الجلاش يبقى طري وكريسبي من فوق وطري من جوه. وطري من جوه في نفس الوقت عشان ما يبقاش ناشف كله. عباره عن بيض ولبن. بيض ولبن وملح وفلفل ابيض. وملح وفلفل ابيض. تمام تمام. احنا كده بنجهز ايه بقى؟ ده الصوص بتاع ده الصوص البيبر اللي هو بتاع اللحمه. ده الصوص بنعمله. أيوة. فلفل مجروش بصل مجروش وفلفل مجروش ومع الزبده ماشي ومع الستوك اللحم. الستوك اللحم دي بنجهزها دي الصوص ده بيبقى حاجه اسمها صوص الديميجلاس مشتق من صوص الديميجلاس. اللي هو الستوك اللحمه مع الخضار مع البصل مع الفلفل وبعد كده بيتربط وبيتصفى. تمام ماشي كده احنا جاهزين. جهزنا كده جاهز معانا. هنبدا ايه دي اخر وصفه نجهزها بقى ان شاء الله. طلعت معانا هنظبط الوصفه دي يا شفنا. انا ممكن اساعد برضه انا ليا في المطبخ. بقالك كتير يا عم ما قلبتش معايا في المطبخ. انا ليا في المطبخ. تمام يا شيف. دي كده المكرونه بتاعتنا. تمام. والوصفه ممكن سريعا نوريها بس للساده المشاهدين عشان وقتنا خلاص يا شيف. فالوصفه الاخيره بتاعتنا دي المكرونه. ايوه الوصفه بتاعتنا. أيوة. اوكي بالصوص ماشي. واللحمه خلاص خلاص نطلع اللحمه. نشكر طبعا ضيفتنا استاذه هبه. ونشكر برضو ضيوفنا اللي كانوا معانا النهارده. وعايزه اشكر برضو وكاله جو ميديا مدير انتاج وكاله جو ميديا استاذ محمد رمضان. محمد رمضان كان معانا على مدار سنه وشهر اهو معانا. وبرضو عايزين نوجه برضو عبر رساله الشكر لاستاذ تامر واستاذ محمد المالكي كل الاعداد اللي معانا كل الكروب والجروب بتاعنا اللي كانوا معانا على مدار السنه السبب في نجاح البرنامج وشركة الإنتاج جو ميديا الأستاذ محمد رمضان. شكر ليه جدا. شكرا لدعمه دائما لينا يا عبد الكريم. دعمه لينا دايما في كل شيء. هو واقف معانا دايما. شكرا ليه جدا. ان شاء الله يكون معانا. نورتينا هبه. شكرا ليك شيف. شفنا خلصنا احنا اخر وصفاتنا. اخر وصفاتنا اللحمه. تمام يا شيف. اخر وصفه نوريها. بشكرك جدا يا شيف لانك كنت معانا النهارده. دي اخر وصفه نوريها للساده المشاهدين. دي اخرها بس ونحط عليها الصوص بس. أوكي. شكرا لك يا شيف اسلام. تمام يا شيف. خلاص عشان احنا وقتنا كده انتهى. تسلم يا شيف. دي اخر وصفه معانا للساده المشاهدين نبدا نوريها لهم. تمام. شكرا يا شيف اسلام نورتنا النهارده. انت كنت معانا ونورتنا النهارده. شكرا لك جدا. استنونا يوم الاربعاء الجاي الساعه 4 في برنامجكم بيت عبده وشيما. مع السلامه.